على غير عادتها، تفرض السلطات في مدينة تعز حزمة من الإجراءات الأمنية المشددة كخطوة احترازية لإفشال أي مؤامرات تستهدف المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية، كما حدث في بعض المحافظات بحسب الأجهزة الأمنية. الإجراءات الأمنية التي تمت مؤخرا هي إجراءات احترازية ووقائية تمت في هذه المدينة الحبيبة نتيجة الأحداث الأخيرة التي وقعت في مارب، وقعت في كذلك الحزم. سقطت مدينة الحزم والكل يعلم أنها سقطت، وكان سبب رئيسي الخلايا النائمة التي في مدينة الحزم، وكذلك هناك خلايا نائمة في كل مكان، نحن في حرب. إيقاف مصلحة الهجرة والجوازات عن العمل بالإضافة إلى الانتشار الأمني المكثف وسط شوارع المدينة وأحيائها، ومنع التجول الدراجات النارية بعد 8 مساء بالإضافة إلى شن حملات تفتيش واعتقالات لمشتبهين في بعض أحياء المدينة. من هذه الإجراءات توقيف إصدار الجوازات في فرع مصلحة الجوازات والجنسية في المحافظة، والعمل على الانتشار الأمني، إعادة الانتشار الأمني في أرجاء المحافظة، المناطق المحررة من المحافظة، ووقف حركة الدراجات النارية ليلا، إلزام عقال الحارات برصد ومتابعة العناصر الدخيلة والخلايا النائمة التي تعبث بأمن المحافظة. تم ضبط أكثر من خلية متواجدة بمعاد دلائل، ضبط أسلحة في إحدى النقاط المتواجدة. خطوات الأجهزة الأمنية التي استمرت خلال أسبوع، حيث تقول أن تلك الإجراءات مكنتهم من القبض على خلايا نائمة لعناصر تابعة للميليشيات تهدف إلى إقلاق السكنة العامة، لكن هذه التحركات كما كان لها مؤيدون أيضا تتعرض للانتقادات، إذ ينظر البعض إلى تصرفاتها بعين الريبة معللين ذلك باقتحام المنازل والتفتيش بالهوية الشخصية، وهو ما يصفونه بالتصرف غير المسؤول. نحن نقول للحملة الأمنية عليهم اتباع القانون، عليهم الحرص على تطبيق القانون وتمثيل الدولة تمثيلا حسنا، وأبناء مدينة تعز جميعهم متعاونون مع تطبيق الأمن، مع التعاون مع الشرعية وضد الانقلابيين، وهذا لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن القانون هو ما يميز الدولة وهو الفرق الوحيد بين الشرعية وبين الانقلابيين. نتمنى أن يتم احترام القانون واحترام إجراءات القبض والتفتيش. جاءت هذه الإجراءات وفق خطة تأمين المحافظة، حيث رافقها حملات تفتيش ميدانية للأحياء السكانية بالتنسيق مع عقال الحارات والإبلاغ عن أي مشتبهين. تواصل الوحدات الأمنية مهامها في حماية المدينة وسكانها وتأمينهم من أي خروقات، خصوصا في ظل المرحلة العصيبة التي تمر بها تعز، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من قبل السكان الذين أشادوا بذلك. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.